السلام عليكم يا باشمهندسين، إن شاء الله النهاردة هتكلم معاكم على تصميم الطاي أو القدمة. زي ما باشمهندس قال لكم المرة اللي فاتت إن أنا باجي أصمم حاجز الأمواج. عندي حاجز الأمواج نفسه بيتكون من 3 طبقات: طبقة الحماية، وطبقة المرشح أو الفلتر، وطبقة النواة. أنا دلوقتي عايز أصمم اللي هو الطاي أو القدمة زي ما احنا شايفينها في الرسم. ليه انا اصلا بصمم الطبقه اللي هي القدمه دي او الطوي؟ اول حاجه لو بصينا للرسمه اللي فوق دي هنلاقي ان اصلا ادي الطوي، هتلاقي ان هو بيمنع لو عندي نهر، فهو بيمنع النهر ان هو يحصل، وكمان بيسند لي طبقه الارمل او الحمايه اللي عندي. وكمان لو بصينا تحت هنلاقي ان في عندي طبقه كور، او طبقه اسميها بعد كده طبقه تسوية، فهو بيمنع ان يحصل هروب لحبيبات الكرة وطبقة التسوية انها تطلع فوق القدم. يبقى القدمة فايدتها ايه؟ بتمنع النحر وبتسند طبقة الحماية، وكمان بتمنع تسرب طبقة الكور الموجودة تحتها او اللي انا هسميها بعد كده طبقة التسوية. أنا لو أنا عندي الطاي اللي هو الكور الطاي دي عند عمق صغير، فده تأثير الدوامات عندها بيقل، وكمان وزنها بيقل. لو القدم مع عمقها فوق يعني هتلاقي إن تأثير الدوامات عليها كبير ووزنها بيزيد. أنا دلوقتي عايزة أصمم الطاي عشان هو اللي هيسند طبقة الحماية، وهيمنع تسرب طبقة الكور اللي تحتها ديت، وهيمنع النهر. فأنا عايز أحسب السمك بتاعها وعرض طبقة الطوي اللي عندي. فقالك وانت بتصممها فأنا عايز أعرف التي تي توي، البي توي، والتي توي. يبقى أنا عايز سمك طبقة القدمة وعرض القدمة اللي عندي. اول حاجة قلنا ان انا احط فرشة تحتها بسمكها 1 متر، او ان انا في الرسمة زي ما شفناها في الرسمة بيسموها طبقة الكوب. بعد كده انا عندي عمق المية او دي الدبس اللي عندي 12 متر لحد منسوب اللو ووتر ليفل. فانا عايز احسب السمك بتاع طبقة الطوي والعرض. اول حاجة هعملها ايه في انا في الاول انا مش عارف سمك طبقة القدمة، فانا هفرضها وليكن انها بتساوي 2 متر. بعد ما بفرضها انا عايز احسب ال اتش تي، وبعد كده هطبق في القانون بتاع اللي هو حجم المتوسط لصخر المستخدم اللي هي الدي ان 50، عشان اعرف انا هستخدم كام طبقه من الصخر اللي انا هستخدمه. والقلم ممكن تتكون من صخور صناعيه وصخور طبيعيه. لو كان وزن الطوي نفسه كان اكبر من 5 زي ما قلنا طن، يبقى انا هستخدم الحجر الصناعي المكعبات او التترابوز. تمام. وبعد كده انا خلاص انا فرضت التيتوي، لازم اتاكد منه واشوف ان هو يعني انت طالما فرضت فرض لازم اتحقق منه. فقال لك بعد ما تفرض نشوف خطوات الحل. يبقى اول حاجه في خطوات حل للقدمه، اول حاجه بفرض التيتوي سمك القدمه اللي عندي وليكن بيساوي 2 متر. بعد كده بحسب ال اتش تي. ليه انا بحسب ال اتش تي؟ المفروض ان احنا لو بعد كده لو انا عايز احسب وزن القدمة اللي عندي كنت بدخل في جدول بدلالة ال اتش تي على الدي عمق المية اللي عندي، وبطلع رقم اللي انا بسميه ان اس، ده بيبقى بسميه معامل اتزان، عن طريقه بقدر احسب وزن القدمة اللي عندي. بعد ما بحسب اتش تي هرجع اعوض في قانون دي ان اس اللي احنا استخدمناه قبل كده، وانا بحسب وزن الارمر اللي هو الحجم المتوسط لصخر المستخدم. بعد كده لازم اتحقق من التي توي، طالما انا فرضت سمك طبقة القدمة اللي عندي لازم اتحقق منه مرة تانية. قالك بشوفه اذا كان بيساوي 2 الدي ان اس، لو كان اقل من الفرض من 2 الدي ان 50 يبقى كده فرض صح. لو كان اكبر لازم اعيد خطوات الحل تاني من الاول. يبقى بعد ما افرضه تاني ان هو بيساوي 2 الدي ان 50، ارجع احل المساله من الاول تاني على اساس ان التي توي عندي ب2 دي ان 50، واحسب الاتش تي وارجع احسب الدي ان 50 واتحقق تاني من التي توي. تمام.
بعد كده قلنا ان انا عايز احسب عرض القدم اللي عندي اللي هي البي تي. قالك عشان تحسب البي تي، البي تي قالك اللي هي الاكبر من القيمتين، 2 اتش اس اللي هي significant wave height المستخدمة، و4 من 10 عمق المية اللي عندي. يبقى انا كده جبت التي البي توي والتي توي. تمام، نبدأ نعوض في المسألة. كان عندي ال HS في المسألة 45%، وعندي الدي بي 12 مت. يبقى لو انا عايز احسب التي البي تي البي توي اكبر الاكبر من قيمتين، 2 في ال HS عندي 45%، يبقى بتساوي 10.88%. وعندي العمق اللي هو 12 متر، يبقى 4 من 10 في 12 تطلع بيه 4.8 متر. يبقى البي توي المفروض الأكبر من الرقمين دول، يبقى تطلع ب2 الاتش اس اللي هي بتساوي 10.88 متر. لازم أتأكد برضو إن هي بتساوي أكبر من 3 دي إن 50، لأن أنا بحط 3 أحجار جنب بعض، فلازم أتأكد إن عرض الأدقن اللي عندي بتساوي 3 صخور جنب بعض. بعد كده هاي هفرض بقى إن التي توي بيساوي 2 متر، هحسب اتش تي تطلع انها بتساوي الدبس ناقص التي توي ناقص 1 اللي هو سمك طبقة التسوية، تطلع ان الاتش تي عندي 9 متر. المفروض ان انا هقسم 9 على 12، هخش جدول احسب منه الان اس تكعيب، وهخش احسب وزن طبقة التوي لو انا عايز احسب وزنها. في قانون تاني انا عايز بقى اتأكد من فرضي، ولازم احسب الدي ان 50. يبقى هحسب ال ان اس بتساوي ال اتش اس على الدلتا في دي ان 50، او بتساوي 1.6 على الدي ان ال ان او دي اس سالب 15% ناقص 4 اتش تي على ال اتش اس. انا عندي ال اتش اس وعندي ال اتش تي، وال ان او دي بفرض ان هو بتساوي نص لو محصلش دمج. يبقى انا كده عندي كل الارقام اللي انا هستخدمها عشان احسب ال ان اس. لو بصينا في القانون التاني هتلاقي ان هو بيساوي اتش اس على الدلتا في دي ان 50، وانا عايز احسب الدي ان 50. يبقى كده المجهول عندي في المعادلة بس الدي ان 50، اقدر احسبها واقدر اشوف فرض صح ولا غلط. خلاص انا هعوض في المعادلة، يبقى ال ان اس بتساوي الاتش اس على اللي هي الدلتا اللي كانت بتساوي جاما ارمر على جاما ووتر ناقص 1 في الدي ان 50 بتساوي 1.6 على ان او دي اللي هي اللي انا قلت انها بتساوي نص، اس سالب 15% ناقص 14% في الاتش تي اللي هي 9 لسه حاسبينها على الاتش اس اللي هي 5.44%. تطلع ان ال ان اس عندي 3.57%. انا عايز احسب الدي ان 50 تطلع بيه 96%. لازم اتحقق من سمك طبقة الطول اللي أنا فرضته، يبقى التي توي لو بتساوي 2 دي إن 50 تطلع ب1.9، أقل من 2 يبقى أنا كده فرض صح. وقلنا لازم أتأكد من إن البي توي أو عرض القدم اللي عندي إنها بتساوي تكون أكبر من 3 دي إن 50، تطلع فعلا إنها أكبر من 3 دي إن 50، يبقى كده فرض صح. يبقى فايدة الطول أو القدمة بتمنع المحر، وكمان بتسد طبقة الحماية أو الأرمر اللي عندي، وبتمنع تسرب طبقة الكور الموجودة تحتها اللي هي طبقة التسوية اللي أنا بفرضها بتساوي 1 متر وفرشة التسوية. ده بالنسبة للطوي أو الأدمة. لو أنا عايز أحسب وزنها هخش جدول بدلالة ال H T على D، وهحسب N S تكعيب، وهخش في المعادلة بتاعة حساب الوزن، وأقدر أحسب وزن الطبقة اللي عندي.